موضوع بلا أقنعة اليوم ما بعد الانتخابات وخلافاتها حكومية حكومة توافقية أم أغلبية سياسية، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. بعد اجتماع أغلب الزعماء السياسيين في بيت زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وإعلانهم ما رفض نتائج الانتخابات وطريقة عمل المفوضية، كيف ستفضي الأمور في مستقبل البلد السياسي، خاصة أن المجتمعين لمحوا إلى عدم إنهاء الاحتجاجات قرب بوابة المنطقة الخضراء التي أمهلت الحكومة 72 ساعة. أما السيد مقتدى الصدر المتربع على المقاعد الشيعية فهو بمعزل عن الاجتماع وألمح في تغريدة له إلى تدخل دول الجوار في العملية السياسية، فهل هي رسالة للشعور بأن العامل الخارجي بدأ يمارس دورا كبيرا للتأثير في شكل التحالفات مبيل تشكيل الحكومة؟ والصراع هنا عن الكتلة الأكبر ومن سيشكلها، لكن الأخبار تقول بأن رسالتين نجفيتين وصلتا إلى القوى الشيعية. مضمون الرسالة الأولى: لا حكومة انفرادية بل حكومة جمعية تجمع كل الأطراف الشيعية. والرسالة الثانية: لا يتسنم منصب رئيس الوزراء أي شخص تبوأ المنصب سابقا حتى لو كان يوما واحدا. وهنا على ما يبدو هذه الرسائل طمأنت المعترضين على الكاظم وهم أغلب قوى الإطار التنسيقي، كما طمأنت المعترضين على المالكي وهم الكتلة الصدرية. هذه الرسائل سترسم خارطة الطريق للعملية السياسية لتجد آفاقا مفتوحة بعد طريق وعر لا تحمد عقباها. التوافق هو الخيار السياسي الأسلم الذي وصلت له العملية السياسية بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، وهذا قد يكون منافيا للدستور غير أنه الحل الأسلم للعملية السياسية. لكن هل ستكون الحكومة التوافقية مكبلة اليدين في البرلمان؟ وربما يعيدنا هذا إلى سيناريو عبد المهدي الذي لم يكمل دورته وانتهت بأزمة ومعاناة انعكست على السياسة والشعب.